السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جبت لكم وصفه الايس كريم بالماء، وصفه اقتصاديه 100%، نتيجتها يعني رائعه والمذاق اروع. كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها بمقادير يعني اقتصاديه وطريقه تحضير سهله ونتيجة ولا أروع. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساش الاشتراك في القناة ودعمي ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله، بسم الله. بالنسبة للمقادير اللي نحتاجوها، نحتاج أول حاجة اللي هي الفلون. كما راكم تشوفوا هنا أنا استعملت فلون فاني أو جيلي بالنسبة للأخوة في المشرق. كما راكم تشوفوا هنا نحتاج أيضا شانتيي، ونحتاج ايضا 2 ملاعق من الفلون، يعني ملاعق كبار. كذلك هنا استعملت 50 غرام يعني فلون فاني، ثم استعملوا الذوق اللي حبيتو. كما راكم تشوفوا ايضا عندي هنا ملعقه تاع مايزينا او نشاء، عندي 2 كاس ماء، راح نستعمل نصف كاس في المرحله الاولى وكاس ونصف في المرحله الثانيه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفه. هذه هي يعني الاكواب اللي راح نستعملها، هذه اكواب خاصه بالايس كريم، وتقدروا تستعملوا لي كوبلي ولا اي حاجه، ولا تستعملوا علبه عاديه. نتمنى الفيديو يعجبكم، بقاو معايا. بالنسبه للطريقه، اول حاجه راح نحضر الجيلي او ما يسمى بالفلون يعني بالماء. كما راكم تشوفوا هنايا عندي الفلون، راح نضيف له نصف كاس ماء، يعني ملعقتين كبار فلون ونص كاس ماء، يعني يكون عادي من الحنفية. كما راكم تشوفوا طريقة التحضير سهلة والنتيجة رائعة. هنا راح نضيف له أيضا ملعقة تاع نشاء، يعني ملعقة أكل نشاء، يعني ما تكونش الملعقة الكبيرة، يعني الملعقة يعني المتوسطة. وعندي أي ونخلط عفوا جيدا ونحطه على النار حتى يعقد معايا ونتحصل على جيلي أو يجمد معايا. راح تشوفوا النتيجة، يعني يعقد معايا عفوا، راح تشوفوا النتيجة تاعو، يعني يجي ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا راح عقد معايا وتحصلت على هذه النتيجة. أنا راح نحطها يعني تبرد، لأني ما نقدرش نستعملها سخونة، نفرخها في إناء آخر. كما راكم تشوفوا تجي ما شاء الله. هنا نفرغوها في إناء ونحطوها في المجمد، يعني باش تشد روحها، يعني تبرد لنا، لأنه ما نقدروش نستعملوها وهي سخونة. كما راكم تشوفوا هنايا راني فرغتها، نغطيها ونحطها في المجمد يعني حوالي 15 دقيقة ولا 10 دقائق، المهم حتى تبرد لي، ونحيها ونكمل معاكم باقي المراحل. هنا بعد ما بردت لي كما راكم تشوفوا اصبح القهوة نتاعها يعني تجمد. كما راكم تشوفوا هنا مش شرط انه يجمد، لكن انها يعني تبرد لكم بهذا الشكل. ناخذ هنايا كاس ونص ماء، عندي كاس بارد وكاس عادي، نص كاس عادي. عندي هنايا نصف كاس شانتيي بنفس الكاس، وعندي ملعقتين سكر، كنت نسيت ما ذكرتهم لكمش من قبل. هنا نضيف الشانتيي اللي هو نص كاس، نضيف 2 ملاعق سكر، ونضيف كاس ونص ماء بهذه الطريقة. هنا تقدروا تستعملوا يعني الخلاط الخاص بالفواكه، انا استعمل بالعصائر عفوا، انا استعملت هذا البراميكسور. بهذه الطريقه نخلطوا المكونات جيدا ونضيف له الجيلي اللي كنت حضرته معكم اللي هو الفلون يعني بالماء. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، واكيد الى وصلتوا لهنا ما تنساونيش باللايك وتعليق شباب باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هنا في هذه المرحلة بعد ما خلطت المكونات جيدا، راح نضيف الفلون اللي كنت حضرته معكم بهذه الطريقة. الوصفة ناجحة ويجي المذاق تاعو ما شاء الله. هنا ممكن انكم تطلعوها بالباتور عادي، انا فقط استعملت البرا بهذا الشكل حتى القوام تاعها يعني يتجانس، تولي يعني متجانسة
يتخلط لنا كامل هذاك الفلون اللي كنا حطيناه. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاعها. هنا بالنسبه للاكواب كما راكم تشوفوا عندهم يعني هذو الغطاء الخاص بهم يعني باش يشدوا لنا الايس كريم. هنايا حاولوا انكم تتخلصوا من الرغوه هذيك باش يعني يسهل عليكم انكم تعمروا الاكواب هذو. تقدروا تستعملوا لي كوبلي ولا اي حاجه عوله بلاستيكيه وكل واحد يعني يدي وحده كما تقدروا تستعملوها بهذه الطريقه بهذا الشكل. نمسحوهم مليح ونغطوهم ونحطوهم في المجمد حتى يعني يتجمدوا معنا. بالنسبه للكميه اللي تبقى لك حطيها في علبه وتاكليها عادي يعني تقسميها عادي. بالنسبه لهذا نقدروا نستعملوا اي حاجه نحطوها في الوسط بهذا الشكل باش يسهل لنا عمليه مسك يعني الايس كريم تاعنا ولا لي كلاص تاعنا بهذه الطريقه. نتمنى تكون واضحه وتكون عجبكم. بالنسبه للكميه اللي بقات لي وضعتها في علبه وغطيتها يعني علبه محكمه الاغلاق نغطيها ونحطها في المجمد حتى تجمد معايا بهذا الشكل. بعد ما غلقتها حنحطهم في المجمد ونوريكم النتيجه النهائيه اللي تحصلت عليها بعد ما يعني جمدوا معايا حوالي يعني ليله. انا استعملتهم ليله كامله والنتيجه كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها بعد ما نجبدوهم من المجمد. نخلوهم يعني حوالي 5 دقائق باش يعني يسهل علينا انه نحوهم من المول بهذا الشكل. انا كنت يعني عطلت في التصوير يعني عطلت بس صورتهم لكن نتيجه ولا اروع. نتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفه لانه حقيقه تستاهل التجربه وبنتها ولا اروع. تفرحوا وليداتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.